مرحبا، هذا خالد أبو عمشة من برنامج قاصد أونلاين. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس لغة الصحافة. دعونا نلقي نظرة على عنوان درسنا لهذا اليوم. عنوان الدرس لهذا اليوم: أضخم محطة للطاقة الشمسية بأبو ظبي. والآن بعد أن استمعنا إلى العنوان، دعونا نلقي نظرة على مجموعة الصور هذه. ماذا نشاهد في مجموعة هذه الصور؟ انظروا إلى الصورة الأولى، ما هي؟ إنها مصنع. جيد، ماذا نشاهد أيضا؟ نشاهد الدخان يخرج من هذا المصنع، لذلك هذا المصنع ينتج لنا الطاقة التي تعتمد على النفط، طاقة النفط. والآن لننظر إلى الصورة الثانية، ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ نشاهد مجموعة من الألواح الشمسية، إذن نحن نحصل على الطاقة من الشمس ونسميها بالطاقة الشمسية. والآن إذا نظرنا إلى الصورة الثالثة، ماذا نشاهد؟ نشاهد مروحة. من أين نحصل على الطاقة في هذه الصورة؟ نحصل عليها من الهواء ونسميها بطاقة الهواء. وإذا انتقلنا إلى الصورة الرابعة، ماذا نشاهد فيها؟ نشاهد فيها شلالات للماء، ونحن نحصل على الطاقة من الماء. والآن إذا سألتكم، ماذا نسمي الطاقة التي نحصل عليها من الشمس والهواء والماء؟ نسميها بالطاقة المتجددة أو الخضراء. ما رأيكم؟ هل هذه الطاقة صديقة للبيئة؟ نعم، إنها صديقة للبيئة. وما رأيكم في هذه الطاقة التي نحصل عليها من النفط؟ إنها ليست صديقة للبيئة. والآن سنقف عند العنوان قليلا، أضخم محطة للطاقة الشمسية بأبو ظبي. ما معنى أضخم؟ أضخم من كلمة ضخم، وضخم يعني الشيء الكبير. لاحظوا معي أضخم، ماذا نسمي هذا في القواعد؟ إنه اسم تفضيل، مثل أكبر من كبير، أصغر من صغير. تمام، وبعد ذلك نقف عند محطة. ما معنى كلمة محطة؟ كيف تذهبون إلى الجامعة أو إلى المدرسة؟ أنتم تأخذون الباص أو الحافلة أو التاكسي. ماذا نسمي المكان الذي نأخذ منه التاكسي أو الحافلة أو الباص؟ نسميه محطة. هل تعرفون كلمة أخرى للمحطة؟ أظنكم تعرفون، موقف. تمام، والآن نذهب إلى الطاقة. الطاقة أظنكم تتذكرون معي قبل قليل عندما تحدثنا عن طاقة الهواء وطاقة الماء وطاقة الشمس، فالطاقة تعني القوة. وكذلك تتذكرون ربما الشمسية، وهي من كلمة شمس، وهي نسبة في القواعد، نقول شمس، شمسي، شمسية للمؤنث، لأن الطاقة كما تعرفون كلمة مؤنثة، فنقول الطاقة الشمسية. والكلمة الأخيرة أبو ظبي، ما هي أبو ظبي؟ إنها إمارة. من أي بلد؟ الإمارات العربية المتحدة. ألقوا نظرة على هذه الخريطة، في رأيكم أين هي الإمارات العربية المتحدة؟ إنها هنا. عظيم، والآن بعد أن فهمنا العنوان لننتقل معا إلى الفقرة الأولى من هذا النص. تقول الفقرة الأولى: وقعت شركة مصدر الإماراتية عقدا مع شركتين فرنسية وإسبانية لبناء أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بكلفة 600 مليون دولار، وهذا يعكس اهتمام الإمارة خاصة والإمارات عامة في تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المتجددة منها. والآن بعد أن قرأنا الفقرة الأولى من هذا النص، دعونا نحاول أن نخمن معنى بعض الكلمات الأساسية والمهمة في هذه الفقرة. نريد أن نتوقف عند مجموعة من الكلمات. الكلمة الأولى التي نريد أن نتوقف عندها هي كلمة وقعت. دعوني أكتب لكم باللون الأحمر
حتى تشاهدوا بشكل أفضل. وقعت شركة مصدر الإماراتية عقداً مع شركتين فرنسية وإسبانية، لماذا؟ لبناء. نريد أن نخمن أيضاً معنى كلمة لبناء. أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بكلفة، أريدكم أن تحاولوا معي تخمين كلمة بكلفة، 600 مليون دولار، وهذا يعكس اهتمام. سنتوقف أيضا عند هذا التركيب المهم، وهذا يعكس اهتمام الإمارة خاصة والإمارات عامة في تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المتجددة منها. والآن لننتقل معا إلى الكلمة الأولى التي نريد أن نخمن معناها. الكلمة الأولى كما اتفقنا هي كلمة وقعت. كلمة وقعت، ماذا حدث في هذه الفقرة؟ عندنا شركة مصدر الإماراتية مع شركتين فرنسية وإسبانية. ماذا تفعل هذه الشركات؟ بين هذه الشركات اتفاق لبدء تنفيذ هذا الاتفاق. ماذا يجب أن تفعل هذه الشركات؟ يجب توقيع هذا الاتفاق. فوقعت من الجذر وقع، وكلمة مهمة هي توقيع. هل خمنتم معي كلمة توقيع؟ انظروا إلى هذه الصورة، ماذا تشاهدون؟ سيكون هناك توقيع. والآن ننتقل إلى تخمين الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هي كلمة بناء. وقعت شركة مصدر الإماراتية عقداً مع شركتين فرنسية وإسبانية. لماذا تم التوقيع الذي تحدثنا عنه قبل قليل؟ تم لبناء. بناء ماذا؟ بناء أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء. دعوني أسألكم، هل هذه المحطة موجودة؟ إنها ليست موجودة، لذلك تريد هذه الشركات بناء هذه المحطة. الآن هل تعرفون الفعل من هذه الكلمة بناء؟ أظنكم تتذكرون بنى يبني. وهل تعرفون كلمات أخرى من نفس الجذر؟ أظنكم تتذكرون كلمة البناية. والآن بعد أن خمننا الكلمتين وقعت ولبناء، ننتقل لتخمين الكلمة الثالثة بكلفة. وقعت شركة مصدر الإماراتية عقداً مع شركتين فرنسية وإسبانية لبناء أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء. ماذا ينقص هذا الاتفاق؟ نحن عرفنا الشركات التي وقعت العقد، وعرفنا ماذا تريد أن تفعل هذه الشركات. الآن أريدكم أن تخمنوا معي بكلفة ماذا؟ 600 مليون دولار. برأيكم ماذا تظنون، ماذا تتوقعون بكلفة؟ إنها تعني بقيمة، إنها تعني سعر، وكما نقول باللغة العربية البسيطة، بكم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب بدينار، بكلفة دينار. انظروا معي، بكلفة الفعل هو كلف يكلف. الكتاب يكلف دينار واحد، أو الكتاب بكلفة دينار واحد. والآن ننتقل إلى الكلمة الرابعة والأخيرة في الكلمات التي نريد أن نخمن معناها، وهذا يعكس اهتمام الإمارة خاصة والإمارات عامة في تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المتجددة منها. نريد أن نتوقف عند المتجددة منها. ما هي المتجددة منها؟ إنها الطاقة. أي طاقة التي نتحدث عنها؟ هل هي طاقة النفط؟ كلا، لا، إنها ليست طاقة النفط. الطاقة المتجددة هي التي تحدثنا عنها سابقا، طاقة المياه وطاقة الهواء وطاقة الشمس. لماذا؟ لأنها من الجذر جدد، وتعرفون كلمة جديد، الشيء الذي يتجدد. وفي هذه الفقرة أيضا تركيب مثير للاهتمام، أريد أن نتوقف عنده قليلا. وهذا يعكس اهتمام الإمارة، وهذا يعكس اهتمام الإمارة. ما معنى هذا التركيب؟ أنتم تعرفون كلمة اهتمام، إنها من مهم ويهتم،
هذا الشخص يهتم بي، يعكس اهتمام. وبالمناسبة هذا التركيب مأخوذ من اللغة الإنجليزية الحديثة، وهو مشهور جدا في لغة الصحافة، لذلك نريد أن نتوقف عنده قليلا لنلقي نظرة على هذه الأمثلة. في الفقرة هذا يعكس اهتمام الإمارة. لنقرأ هذا المثال: حضور مايكل دروس اللغة العربية يعكس اهتمامه بالشرق الأوسط. لو أردنا أن نغير مكان يعكس اهتمامه، يظهر اهتمامه، يبين اهتمامه، أي هو يهتم بالشرق الأوسط. انظروا معي إلى المثال الثاني: قضى الأب العطلة مع أولاده، وهذا يعكس اهتمامه بأسرته. نفس الشيء، يظهر، يبين، يهتم. هذه نهاية درسنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.